السلام عليكم، معكم اليوم عمر وكابتن مات. اليوم معكم فيديو جديد يا جماعة. فاليوم يا جماعة عندنا سلسلة نادي الرعب، الحلقة رقم 12 أتوقع معاكم، أتوقع 11 أو 12 ما أدري، بس يلا أوكي. فاليوم بنلعب مباريات قوية في هذه الحلقة. فأول مباراة بنلعبها ضد هورفا كان، مباراة ثانية لو كانت لو كنا فايزين بنتيجة كبيرة بنسوي سكيب. بنلعب ضد بس بوليس الوصل في الجهة بنسوي سكيب. بنلعب ضد بس بوليس مرة ثانية. يلا خلنا نشوف تشكيلتنا حق هذه المباراة. باولينو مو بجاهز، قال لي المدرب في الحلقة اللي طافت اني ادخل اللاعب منو؟ ماتوندو بيلعب هذه المباراة، عشان تجي كل الجناح اللي عندي صاروا مو بجاهزين. واو يا بيس واو. اوكي بدخل هالمرة منو؟ مارتينيلي عشان هو لاعب ممتاز بعد للإرهاق، لأن في إرهاق كبير فريقنا. ندخل محمد جمعة. لا ما بدخل حد. يلا خلينا ندخل وان شاء الله الفوز. اوكي يا جماعة، انا بقول لكم تنبيه قبل ما نبدأ، كان مفروض احط الطقم الذهبي، لان الحين تشوفون طباعة فوق، بعد طباعة فوق، يعني نحن لابسين تيشيرتات دوري ابطال اسيا، مو تيشيرتات دوري والكاس. بس يلا عادي عادي. ماتوندو يلا روح يا ماتوندو، سجل اول هدف معك مع الفريق. لا 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 ماتوندو صراحة سيء. يعني ماتوندو لعبت ثلاث مباريات كانت كبيرة عشان ياخذ فرصته، عشان انا توقعت انه هو اللاعب الانسب في هذا المكان، بس حتى الحين مو ممتاز، مو بالمستوى المنتظر بصراحة. عطيك ماتوندو العب العموري تسديدة. لو كنت صدى الحارس، اوكي صدى الحارس لهذه الكرة. جميل عموري بيلعب ركنية عظيم، رأسية والهدف الأول 1-0 يسجل ماجد حسن. الهدف الأول مايد حسن يسجل الهدف الاول لمصلحة فريقنا. خلنا نشوفه كعادية رأسية في الشباك، الهدف الاول 1-0. لمسة بينية ويكار. يلا يا ماتوندو تسديد الهدف الثاني اخيرا ماتوندو يسجل هدف اول له مع الفريق. خلنا نشوف الكار عاد لماتانيلي لاعب بيني لماتوندو، راح ماتوندو تسديدة من ماتوندو الهدف الثاني 2-0. حارس هايكو تسديدة، ومرة ثانية الهدف الرابع والهدف الثالث 3-0. يسجل ماتانيلي الهدف الثالث في هذه المباراة، تقريبا يخلص على خوفك من الشوط الاول. بينية من عموري، ماتوندو البينية لمحمد جمعة، محمد جمعة تسديدة في الحارس، والمتابعة في الشباك 3-0. مايكل بينية ماتانيلي الهدف الرابع 4. يسجل ماتانيلي الهدف الرابع قبل ما نخلص الشوط، يخلص المباراة عليهم. اوكي هايكو
ماني حلو محمد جمعة، محمد جمعة مارتينيلي خلص عليه، مارتينيلي الخامس، مارتينيلي يسجل الهدف الخامس ضد خوفكان. خلصنا عليه، خلصنا عليهم يعني الحين بيتم مريح و فايزين فايزين عادي. المعتمد عمود التسديدة السادس 6-0، يعني الحين ما في أي فرصة أنهم حتى يفوزون علينا في الإياب، ما في أي فرصة، أي فرصة تشانس زيرو. محمد جمعة، محمد جمعة راح، محمد جمعة راح، محمد جمعة التسديدة السابعة 7-0، سجل محمد جمعة الهدف السابع في هذه المباراة 7-0. الكرة البينية لماتوندو، ماتوندو، ماتوندو، الكرة البينية سيئة. هيك تلعب بهاء تسديد الثامن، الثامن 8-0. بكل راحة هذا أكبر فوز يسجل، أكبر فوز في تاريخ النادي. فام اوكي 8-0، يعني واضح اني انا برفع الصعوبة وكل هذا بخسر. كان مارتينيلي، مارتينيلي، مارتينيلي عمو التاسع، 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 9-0، 9-0. يلا انتهت المباراة 9-0، 9-9. مارتينيلي حصل تقييم 9 بعد فجأة. بالنسبة لنا مجد حسن سجل، بهاء سجل، عموي سجل هدفين، محمد جمعة هدف، ماتوندو هدف، ومارتينيلي هاتريك. اوكي 9-0، ما في امل يسجلوا 10 الا اذا كنا برشلونة. بنسوي سكيب لمباراة الإياب، خلينا نشوف تدوير اللاعبين في الفصل الثاني. لقد ظهرت بالنصر في مباراتك السابقة دون لاعب بأقصى الطاقة، ما أهمية أداء ومدى أهمية أداء ماتوندو؟ أثبت أن هالفريق لديه العديد من المميزات. بنسوي سكيب لهاي المباراة وبنشوف شو اللي بيصير فيها. فزنا 4-0، نتأهل مجموعة 13-0، ما شاء الله. بلعب ضد الوصل في ال بلعب ضد الوصل في الجولة الجاية، وما يعني ان نحن نستهين بفرق ثانية، ترى في فرق وايد قوية بصراحة مثل القادسية والعين وصل، حتى نقدر نعتبر فريق قوي بيننا وبين ديربي. فا اوكي خلينا نروح لاسماء لاعبي الفريق الوطني. فا اوه هالاند راح المنتخب، هالاند راح المنتخب. اوكي خلينا نشوف استدعاءات الفريق الوطني. بس 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 حاليا نقول لكم عن سالفة ديبالا. خلينا نروح للاعب الفضلي. على طاري ديبالا، في واحد في الكومنتات اقترح ان احنا نشتري ديبالا، وهذا هو ديبالا. ديبالا زين، ما عندنا مشكلة وياه، بس ما نقدر نشتري في الوقت الحالي. نقدر نشتري ممكن في الموسم الجاي اذا حصلنا ميزانية
يعني ممتازة. أول شيء أبغى أقولكم شوفوا يعني نقدر حتى يعني نشتري ب50 مليون، بس هم ما بيكونوا يعني هم نفسهم يوفنتوس بيرفضون. شرط الجزائي 79 مليون. أوكي يا جماعة، 79 مليون، نحن أنا 64، هاي ممكن تزيد في الموسم الجاي يعني. فنحن نحتاج ممكن 15 مليون، أو مو 15 20 مليون، يعني لقوكم نحن نحتاج أكثر من 20 مليون. وأيضا هني الراتب السنوي نحن نقدر نعرض عليه ممكن راتب قوي لو أنه سددنا ديوننا. قبل كانت ديوننا يعني ممكن كانت ديوننا علينا ديون مليون يورو ديون، والحين صارت 500 ألف. ونشوف اللاعب الثاني اللي عندنا في القائمة كوتينهو، وأرخص من أرخص من منو؟ وأرخص من ديبالا. وأيضا يعني نقدر إن ناخذ يعني هالموسم لو كنا مسددين ديوننا. يلا وعدنا نبيل فقير أيضا وتوفان وخميس. اكتبوا منو اللاعبين اللي تكون نشتريهم من هذيل اللاعبين، لأن طفح الكل بصراحة. نحن ما عدنا أي لاعب فوق 85، حتى لو يعني بعدنا في موسم ثاني زين يا عمر. اوكي بنرد للدوري أبطال آسيا. خلينا نشوف. هلو تشيك يا عرض، هلو تشيك يا عرض، هلو تشيك يا عرض يا جماعة. وما خلنا نفكر فيها، خلنا نفكر فيها ونعطيكم إياها في الحلقة الجاية. في الحلقة الجاية هم نبيع هلو تشيك، لأن أنا أشوفه ما يقدم مستوى ممتاز. فوق هذا نقدر نشتري واحد بداله، لأن اللاعب ما قدم مستوى اللي يعني يعتبر واو. ممكن نجدد له ترى، بس ما قدم مستوى الواو يعني. هيلو تشيك انا اقول لك يعني مع السلامة، انت ما تطورت اصلا معانا. مع السلامة يا هيلو تشيك، سددنا ديوننا من بيع هيلو تشيك. 1 2 3 4 5، عندنا 5 لاعبين يقدرون يلعبون في ال RW، عندنا 5 لاعبين يقدرون يلعبون في ال RW، ونقدر نشتري واحد جديد منهم، وممكن هو يكون علي صالح. وين علي صالح؟ علي صالح موجود هنا؟ لا هو مو موجود ويانا. خلينا نشوف علي صالح، ممكن علي صالح يعني يكون لاعب ممتاز يفيد الفريق، لأنه موهبة. نكتب علي صالح. طبعا أقول لكم العضو الجديد في القناة هو بصراحة يقول ان هالسلسلة ممتازة. هو يقول ان السلسلة ممتازة بصراحة، هالشي ممتاز. وايضا سألت متابعين في المنتدى انهم من وين، وقالوا لي بصراحة يعني ودود كات مو متوقع بالنسبة لي. عندي متابعين من عمان وراس الخيمة، والنعم فيكم يا جماعة. طالب مو بجاهز بيدخل بدال بندر الأحبابي هالما بيلعب أول مبالة مع فريقنا. إيرلينج هالاند مو بجاهز، إيرلينج هالاند مو بجاهز.
جاهز. حرام حرام. اوكي بولينهوم لاعب يعني. لا توني تذكرت ما نقدر نلعب مارتينيلي. يا الله علي، كنت باكل لي عقوبة. بندخل بيلي نشوف 67 67. اوكي حلو 67. كنت باكل لي عقوبة يعني. ما هي شغلة، انا كنت باكل لي عقوبة بصراحة غبية غبية يعني، كلمة عن الكلمة غبية. كان دخل سير النوبي بدل باولينهو. باولينهو مرهق شوي، بس باولينهو ايضا بنوديه فوق عشان يلعب مكان يلعب في الشوط الثاني. كنت باكل عقوبة بصراحة، ما ادري شو قلنا. بس يلا خلنا ندخل ضد بيرسبوليس. اعتبروها 0-0 يا جماعة، لأن تونا تذكرت إن معانا ديمغال. ديمغال مو مسجل في القائمة. اعتقد عمود تسديدة مرة ثانية. الهدف الأول، الهدف الأول اعتبروه الهدف الأول يا جماعة. نسجل الهدف الثالث في هذه المباراة، عمود يسجل. أوكي أوكي، خلنا نشوف مرة ثانية، خلنا نشوف مرة ثانية. الكرة راح بيلي لعبها لعموي. عموي راح تسديدة من عموي صدى الحارس مرة ثانية في الشباك. الهدف الثالث 3-2 أو 1-0. عموي يلعبها لبيلي. بيلي التسديدة الرابع. بيلي وحش تسجل الرابع. 4 بيلي الوحش يسجل الهدف الرابع. 4-2 بالعادة. 2-0. اوكي فهم يلا. كعضية رأسية الثالث، رأسية الثالث تعتبر نتيجة الحين 2-1. فهم يلا خلنا نكمل. يلا حبيلي، يلا حبيلي يلعب لعموي. عموي 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 سيء 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 سيء. لا 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 لا، بس كو يلا يا بهاء. فجر الكرة في الشباك، يفجر الكرة في الشباك. بهاء يسجل الهدف الثالث 3-1 بالعادة، بس 5-3 في المباراة نفسها. فشوف الكرة البينية عادت لبهاء، تحسبت ان القرار خاطئ. تسديدة وش فجر الشباك، هدف ثالث في المباراة. عادت لهم بينية تسديدة، وأكيد بيسجل، أكيد بيسجل، أكيد بيسجل يعني. 5-4 بالمباراة، بس 3-2 بالعادة. اوكي فتنتهي المباراة، تنتهي بفوز 3-2 بالعادة، بس 5-4 بالمباراة. يلا يلا خلنا نشوف. محمد جمعة كان اجل المباراة، انا اشوف ان عمي كان افضل. بس يلا خلنا نشوف منو الفرق اللي منو فاز. السد والنصر تعادلوا. خلنا نطمئن على الاندية الاماراتية الثانية. النصر في المركز الثالث، فاز مباراة وخسر مباراتين، يعني عنده 3 نقاط بس. الجزيرة في المركز الثاني، فاز مباراة وخسر مباراة وتعادل مباراة. خلينا نشوف فريق ثالث اللي هو الشارجة. الشارجة متصدر مجموعته، فوزين وخسارة. اوكي الشارجة اوكي. عندنا مباراة ضد الوصل بنلعبها اليوم. اول مباراة بنلعبها في
في لاعب فوضى ما ادري منو، بس عبد الكريم. عبد الكريم لا، عبد الكريم لا لا، انا خايف. علي صالح قبل، بس تعرفون كم؟ 1000 وحدة، 1200 يورو خلونا ما نتعاقد معه. حرام 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 حرام. يلا شوف الوصل، او خلينا نعدل التيشيرت وارجع لكم. اوكي جماعة رجعنا لكم، فخلينا نشوف اتفاضل مع صالح و عبد الكريم. بلعب ضد الوصل هالمرة. اوكي هم بيلعبون بطاقمهم الأبيض، احنا بنلعب بطاقمنا. فخلينا نشوف تشكيلتنا، انه في مو بجاهز، عبد العزيز مو بجاهز، يدخل مرتضى، ما عالم جاهز. يلا خلينا نلعب بعد تشكيلة، ليتس جو ان شاء الله نفوز. اوكي دخل ارضية الملعب، اللعب ضد الوصل في ملعب، في ملعبنا المؤقت. يلا خلينا نلعب، ليتس جو. يلا يروح يا فينيسيوس، يلا يروح يا فينيسيوس، تسديد الهدف الاول من من زاوية جدا صعبة يسجل فينيسيوس هدف اول لمصلحة فريقنا، جدا ممتاز جدا جميل. اوكي خلنا نشوف، خلنا نشوف. كرة عادت البينية، البينية الحلوة من ماجد حسن، راح فينيسيوس من مدافع الوسط وتسديده في الشباك، الهدف الاول 1-0 على سالمين. ده هو تسديده لكن حارس. ويذكر بيني عموي، عموي بيني هالاند، يلا يا هالاند، هالاند تسديد الهدف الثاني. هالاند اخيرا يسجل هدف في هذه الحلقة، هدف ثاني في هذه المباراة، 2-0 نسجل قبل ما يخلص الشوط الهدف الثاني لمصلحة فريقنا، حلو جدا ممتاز جدا. خلينا نشوف الكرة، بينية وعادت لهالاند، هالاند تسديدة والهدف الثالث، الهدف الثاني 2-0. ماي جاد بيني يا هالاند، يا رايح يا هالاند، يا رايح يا هالاند، يا رايح يا هالاند، هالاند 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 بيني، والتسديد الثالث 3-0، 3-0 يسجل باولينو الهدف الثالث في هذه المباراة. خلنا نشوف الكرة، راح هالاند وتم يروح حالا البينية، تسديدة في الشباك ما أدري كيف دخلت، بس دخلت، هدف ثالث في هذه المباراة، بينية له من هالاند، تسديدة في الشباك، بينية سير. كانت تسديدة لكن الحارس محمد شامسي. مرتضى وتنتهي المباراة 3-0، فزنا في هذه المباراة 3-0، وهالاند كان أجمل مباراة. اوكي فحاليا نشوف فرق المنافسة، العين خسر، القادسية فاز، الجزيرة تعادل، شباب الأهلي فاز. اوكي حين قادسية المركز الثالث، احس ان هاش اشي بيكون جيد لو شفنا قدسية تأهل لدوري ابطال اسيا، يعني ما ادري حاسس شيء غريب بس في نفس الوقت شيء جيد. ف خلينا نشوف، ايضا يتنا مفاوضات ممكن، هاي بعد مفاوضات سهيل نوبي، سهيل نوبي بياخذون اتلانتا، نفس الفريق اللي خذوا منه داني اولمو.
اوكي فاهم. اوكي فاهم، خلينا نشوف. لقب باولين هو اسم باولين هو صار لقب القناص. فاهم شو عن حسين النوبي؟ حسين النوبي في سنة واحدة يخلص عقده. اوكي فاهم، خلاص يسكب حاجة مباراة، نشوف مباراة كم بفوز. فزنا 2-0 جميل، والقادسية فازت قاع شباب لي خسر، فقادسية اليوم في المركز الثاني. قادسية اليوم في المركز الثاني هالمرة، بعدين نهاية الموسم يضيعوها على أمرهم وينتهون بالمركز الخامس. فاهم اوكي، عموي تشوفها فرحان اوكي. جتنا ميزانية حلوة نقدر نتعاقد فيها مع علي صالح بشكل رسمي. تعاقدنا مع علي صالح يا جماعة، فخلينا نشوف واحد من اللاعبين اللي انتو طلبتونهم. ايضا هو اسمه فابيو ليما. فابيو ليما، خلينا نشوف هل انت نقدر ان نتفاوض معه. يعني لا ما نبغى رسوم استغناء، بنعطيك رسوم استغناء في النص. يعني كفاءة مشاركة، كفاءة هدف، كفاءة فوز بعد. ويلا تعال تعال لنادي الرعب، نادي الرعب هو ناديك، نادي الكل. فاهم اوكي فاهم. بلعب ضد بس بوليس مرة ثانية، وهذه المرة لو فزنا أتوقع نحن بنتأهل. هنشوف محمد طالب مو بجاهز، يعني بيخلي اللاعب بندر الأحبابي يلعب مرة ثانية. يلا مدافع بيكون مرتضى عبد العزيز. منك يا علي عدنان؟ علي عدنان علي عدنان علي عدنان المفروض ما يكون مو بجاهز ابدا، لان انت جاي يعني تلعب بطوله واحده، كيف بدي يوم وتقول انا مو بجاهز؟ شو السالفه؟ اتوقع ان بتشوف، اتوقع ان من فتره لفتره بنلعب فلاح وليد، عبد الله نظام مو بجاهز نفس الوقت، مرهق بدون سبب. فاهم تيخن عد مرة ثانية. اوكي فاهم، ثلاث اربع جانب فاهم. يلا ليتس جو ان شاء الله فوق. اوكي دخلنا قضية الملعب، بس بوليس ضد او لعب ضد بس بوليس. لو نحن فزنا في هذه المباراة نتأهل. يلا الحكم لابس ازرق ونحن لابسين ازرق في نفس الوقت. حكم غير لبسك، تسديدة من عموي لكن تتخلص في حاس. مرة ثانية الهدف الاول، 1-0 يسجل حتى لو الحكم لابس نفس لونه، بس يلا نسجل هدف اول عليهم. اوكي 1-0 1-0 من فينيسيوس جونيور. خلينا نشوف كيف راح حالا. لعب بيني لعموي، عموي تسديدة مرة ثانية يسدد يسجل الهدف الثاني الأول فينيسيوس جونيور. كعادتك حالا 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 تسديدة لكن العارضة علي عدنان. علي عدنان لعبة حلوة. يلا يا هالاند، يلا يا هالاند الهدف الثاني. 2-0 سجل هالاند الهدف الثاني في هذه المباراة. ايرلينج هالاند النرويجي يسجل في هذه المباراة، يعني ممكن افضل لاعب في الفريق
فاهم. هدف ثاني 2-0. اوكي، كانت في البينية من فينيسيوس، عادت لهالاند على التسديدة في الشباك. عظيم رأسية، هدف أول لهم، يسجلون هدف أول علينا قبل ما يخلص الشوط. حرام، يلا خلينا نكمل. حكام، لا تزال لهم الدفاع عظية. شايفين اللي انا شايفه؟ سجلوا علينا هدف التعادل، حتى لو ان احنا نحن اصلا تعادل لأهلنا، بس انا ما اشوف ان هالشيء ممتاز. يلا خلينا نكمل. انتهى الشوط الأول 2-2، كنا فايزين 2-0. جماعة شو اللي صار؟ فلاح وليد، حلو يا فلاح، العب الكرة. هالاند، تسديدة لكن صدى الحارس. يلا يا عموي سو شي، تسديدة. لا، حرام. خلينا نشوف مرة ثانية. بينية عادت لعموي، كان يحاول يروح تسديدة، ما كانت سيئة بالمرة. حلوة. بينية، يلا يا فينيسيوس، باولينو، رأسية في العارضة. لا، كان المفروض ألعب له على الأرض. لا، هدف ثالث علينا. ممكن هاي تكون أول مباراة أنا أخسرها قدامكم. حلوة، يلا يا هالاند. لا، للأسف الشديد خسرنا. سووا علينا ريمونتادا، وفي نفس الوقت حظ. حرام، النصر فازوا أسد، بس نحن بعدنا في المركز الأول، بس في نفس الوقت حظ، يعني 3 تسديدات على المرمى سجلوهم كلهم، بس نحن كم تسديدة على المرمى نحن ما سجلنا، ما صار أي شيء. يعني ما أدري شو أقول بصراحة، لأن ما أدري. اللعبة كذي، اللعبة صاير غبية. خاصة بسوي سكيب حتى مباراة الديربي. أو خلينا نختم الحلقة هني، انهينا بخسارة. خلينا نشوف، نسوي سكيب ضد الوحدة ونشوف فزنا 3-1. حلو، بس حرام. ليش؟ يعني حظ غير طبيعي جدا، يعني بالمرة مو هذا الحظ، يعني حظ مو بطبيعي. يعني ما شفت فريق مثل محظوظ مثل هالفريق اللي لعبنا ضده بيرسبوليس. يعني بصراحة فريق جدا محظوظ. انتوا لو شفتوا مباراة بتشوفون ان كيف الفريق هذا كان محظوظ. يلا الان مصايت الفيديو، اتمنى انكم استمتعتوا. لا تنسوا لايك وسبسكرايب. الجاز كان معكم عمر، مع السلامة.